السادة الحضور، تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التي أفرزها محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب يموجب الصراعات والتوترات التي ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية. وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمني وجودة الأداء الشرطي، محاطة بوعي شعبي يساند تلك الهدى معها.